حلول مناسبة المولد النبوي الشريف، اليوم الذي ظهر فيه للوجود نور خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، تعود إلى الجزائر ملامح الجدل وتشابك الفتاوى المحرمة والمجيزة للاحتفالات بهذه المناسبة التي تشارك فيها الجزائر مع العالم الإسلامي. ها هي إذن الاحتفالات بالمولد النبوي تفجر خلافات فقهية بين الأئمة من جديد، وهو ما دفع المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية للتدخل وقول كلمته المفصلية: تحريم الاحتفال بالمولد النبوي فتوى خارجة عن المرجعية الدينية الجزائرية، مضيفا: حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تمنعه فتوى خارجة عن المرجعية الدينية الجزائرية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أقر شهرا كاملا للاحتفال بالذكرى من خلال تظاهرات دينية. ورغم هذه التصريحات إلا أن جدل لا يزال قائما حول طريقة الاحتفالات التي حرمها الأئمة. هذا التبذير تاع المحارم والشمع وخلع الناس، وكم من مرأة تكون حامل فيجي واحد يرمي محرقة يخلعها كي يسقط ما في رحمها، كم من إنسان مريض بقلبه يخلو بقوه يحرق يده بالمحارق، وهذا هو الحرام وهذا اللي نقوله ما يجوزش. وبحسب خبراء في علم الاجتماع فإن سلوكيات ومظاهر الاحتفالات تحتاج إلى تقويم ومعالجة من أجل الحفاظ على قدسية هذه المناسبة. حقيقة الأمر هو ابتعاد عن الروحيات، هناك نقص في الوازع الديني ونقص في تلقين الناس أو إفهام الناس المعنى الحقيقي من الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف حامل رسالة محمدية مقدسة وكنور أشاع بسنته على البشرية، فابتعد الوازع الديني وابتعد من يفهم هذا الوازع الديني للمجتمع، فظل الناس عن الحقيقة وأصبحوا يحتفلون بأي طريقة. ويبقى عبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مرتبط لدى الجزائريين بالزمن الجميل، حفظ القرآن الكريم وتذكر سيرة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته والاقتداء بخصاله الحميدة وتدريسها للصغار، رغم تحويله من قبل البعض إلى مناسبة للألعاب النارية التي تحصد الأرواح وتؤذي أكثر مما تنفع.